حياك الإسلام اللي هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع اليوم كيخص مجموعة من الناس، مجموعة من الأزواج عبر العالم وليس فقط في الدول العربية. فهنا اليوم بغينا نتكلم مع الزوجات ومع الأزواج كذلك. يعني اليوم الموضوع خاص بالأزواج، ولكن اللي يعني فوق 18 يقدر يتصنت باش يستفد، على وعسى يعني إلى وصل المشكل من يكون داخل مؤسسة الزواج يعرف بأن كاين حلول. يعني الإنسان فقط خصو يعرف كيفاش يحل المشكل. إذا اليوم غادي نهضروا على مشكل على الزوجة، أن لما الزوج كيكون عنده الضعف الجنسي، احنا اللي ما خصنا نبينو جوج حوايج، عندنا الضعف الجنسي وعندنا العجز الجنسي، هادو شيئان مختلفين، واحد قبط الطريق اليمين واحد قبط الطريق الشمال، باش نكونوا يعني مختلفين. العجز ماشي هو الضعف، والضعف ماشي هو الجنس، لان بزاف ديال الناس ما كيفرقوش بين الضعف الجنسي عند الرجل والعجز الجنسي عند الرجل. هنا الضعف يمكننا نعالجوه بسهوله وعنده مده زمنيه قصيره، اما العجز الجنسي هنا ربما غياخذنا وقت طويل وفي نفس الوقت يمكن ليس له علاج. اذا احنا بغينا نهضروا مع الزوجات، وخصوصا الزوجه اللي عاد كتزوج وكتصطدم بهذا المشكل. هذا المجتمع احنا الان خصوصا العربي، يعني بعض الناس رافقوا وبداو كيقدروا يمشوا للاطباء، بداو كيقدروا يعني يهضروا يعني يتكلموا ويقولوا المشكل اللي عندهم، يعني اختصاصيين اطباء مختصين في الميدان. كاين بعض الناس هيدا كيبقاو ساكتين، يعني ما كيقدروش يهضروا. هو الراجل ملي كيكون عنده داك المشكل، يعني هاد المشكل هذا في الحقيقه بحال وحش كيدخل يسرق السعاده الزوجيه. مشكل الضعف الجنسي، خلينا من العجز، حنا نبقاو غير مع الضعف، لان العجز شيء اخر، يعني العجز اخر يعني صعيب نحلو، نحاولوا نناقشوا النقطه الاولى وهي الضعف بين الناس. يعني هذا الضعف الجنسي يعني كيوقع على الزوجين كصاعقه، باش حتى المراه خصها تعرف هاد النقطه هذه، ان الرجل كيعاني منه، ربما ما كيقدرش يهضر، ربما ما كيقدرش يعبر، ربما كيتهرب منك بعض الاحيان لان عارف عنده مشكل. يا اذا هو في الحقيقه از انيمال، يعني دانجرس، اللي كيدخل يعني فور ستيلينغ ريليشن شيب بين يو اند يور هازبند، يعني كيدخل باش كيسرق يعني كيسرق ديك السعاده، ذا هابنس، يعني كيديها كيرجع، يعني الانسان جالس يعني كيبقى يتساءل. اذا هنا المراه اول نقطه كنقولوا لها، لان بزاف النساء كيصبروا كيصبروا كيصبروا، واحد النهار حتى كطفي الضو كتدخل بيد النعاس وكطفي الضو كتبدا تهضر في الموضوع. اولا اي مراه كتسمعني هذا الموضوع هذا ما كيتناقش داخل الفراش في بيد النعاس، المكان حساس جد للغايه، حذاري من نقاش الضعف الجنسي داخل فراش الزوجية. هذه نقطة مهمة أي مرأة كتسمعها خصها تحطها في البال ديالها. حنا ملي كيكون عندنا هذا المشكل عند الزوج، خصنا نخطروا واحد المكان المناسب والزمن المناسب، ولا بالإمكان في قهوة أو لا في حديقة أو في مكان، باش على الأقل يعني نقدروا نخفوا يعني وحتى الطريقه ديال النقاش مع على هذا الموضوع، لانه موضوع حساس بزاف بالنسبه للراجل. والرجل العربي راه باقي ما كيتقبلش انه يعترف نعم هذا مشكل، وما كيعرفش بان هذاك مشكل هو عنده، ولكن كيأثر حتى على الزوجه سلبيا. فرانسيسكا اختي يلا بدا دبلوك، الله يعطيك الصبر، بدا دبلوك، الله يجازيك. إذن جيم الصفحة، لو ماسكي بوديس بور فاور، عطوني جيم الصفحة باش نكمل على الموضوع، لأن بعد منهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جيم جيم خلينا جيم، جيم الله يخليكم. نعم باش نقدروا نزيدو نكملوا. إذا قلنا الضعف الجنسي كنحاول نشرحوه بهدوء للناس باش يفهموا، لأن يعني كاين بعض النساء كيدخلوا البيت الفراش الزوجيه كتبدا تناقش المشاكل بحال هادو على السرير، هذا خطا، لان صافي هنا الزوج غادي يزيد يفر منك وغادي يزيد يهرب وغادي يرفد الملطه ديالو وغادي يخرج من داك البيت، ما باقيش غادي يجلس في داك البيت. هذه نقطه خليها امامك، كتبها بالورقه والبكده بس سجلها
وبقى تشوف فيها الا عندك هذا المشكل هذا، سجل هذه النقطه. انا ما كنناقش مع الزوج ديالي مشكل ديال الضعف الجنسي داخل البيت، يعني داخل الغرفه ديال النوم. لازم نختار الزمن والمكان المناسب، وبالاحسن يكون مكان هادئ ومكان جميل باش نقدر نتحدث معاه ونختار العبارات ونتصنت له باش نقدروا نوصلوا للطبيب، باش نقدر، لان كاين بعض منهم ما كيبغيوش يمشيو للطبيب. يعني كيقول لك الراجل انا يعني ما كيبغيش حتى يخلي المراه الزوجه ديالو تهضر معاه، كيتعقد. هذا بالنسبه للراجل يعني هذا ما خصوش يتعقد في الحقيقه، هذا امر عادي. يعني يقدر يوقع معاه الاكتئاب، يقدر يكون مشكل عضوي ولا نفسي، وماشي مشكل ماشي عيب، لان لكل داء دواء. فالانسان اللي خصو يعرف هو ان المشكل كيف ما كان نوعه، المرض كيف ما كان نوعه، فعنده العلاج لكل داء دواء. هذه نقطة مهمة خصك تسجلها. النقطة الثانية، كاين بعض النساء كيسكتوا، ما كتبغيش تهضر مرة على الموضوع، بحال هي ما كايناش، وكي هي من الداخل ديالها كتطبخ. لا اختي، لا للسكوت على الموضوع، حذاري، العلاقة راه غتكسر في الاخر وغادي تكبر. الا تبعتي الخطوات، امشي على الخطوات اللي كنقول لك، لا للسكوت على الموضوع، لان يعني ما يمكنش، هذه حياة زوجية، هذه خص ممارسة، خص ممارسة حميمية، هذا واجب عليها، احنا عملنا داك الرباط المقدس. اذا هذاك السكوت ديالك راه غتظلم به راسك. النقطة الثانية كنقول لك عدم السكوت على الموضوع، لان ما هذا ماشي هو الحل، راه ما غادي ينزلش عليه الحل من السماء، الحل غادي ينزل عليه بالمساعدة ديالك انت كزوجة، وبالمساعدة المختصين في الميدان غيقدروا يساعدوه باش يخرج، والمساعده ديالك انت بالكلمات الجميله، وترفع له من الطاقه ديالو، ترفع له من المعنويات ديالو، وتهضر معاه يعني بكلام جميل. نعم، اذا او يعني باش تسكت انت وتجي تبقى ساكته، فهذا ما غيحلكش المشكل، واخا تبقى معاه عامين 3 سنين 4 سنين ما كاين والو. مزوجه بحال ماشي مزوجه، ما انت في سعاده، ما هو في سعاده، وغتجبر في هاد الساعه هادي الراجل كيهرب بزاف من البيت، لان ما عنده ما يدخل يعمل عندك في البيت. والمشكل العويص لان المراه العربيه باقا ما بغاتش تعرف واحد الحاجه، حنا ملي كيكون عندنا العجز الجنسي ما كنبداوش حنا نفتشوا على الحوايج السكسي، وانا كنهضر معكم بالعربيه باش تفهموا، يعني الملابس الداخليه الشفافه، وهاتي تفتش، هو عنده مرض، يعني هذاك المرض ماشي بيده هو، او يقدر يتحكم فيه هو، ما عنده ما يعمل، هو راه باغي ولكن ما قدرش. اذا نسين ما حتبقى دفست الفلوس ديالك في الحوايج، بدال عليك وسكسف عليك، نعم، ولكن ما تبقاش تبقى. كاين بعض النساء كيبقاو يردوا بالهم، ما عجبتوشي، وقيله ما كنعجبوشي، وقيله كيبغي شي واحده اخرى، وقيله كيخني، وقيله تقفوه، وقيله العيله، الا لا اغب شوي عليك، العالم كامل للرجال في عندهم مشاكل، هذا المشكل هذا، وراه ماشي مشكل في الحقيقه، الا عرفنا كيف نتصرفوا به، نتصرفوا معاه، ونخلقوا واحد الجو بالهدوء والسكون في البيت، ونحسوه بشخصيته انها قويه، بانه يعني اولا خصك تفتش على شيء جميل في الزوج ديالك اللي كتشوفه نسينا. مثلا ربما يكون عنده عضلات كيف الرياضه، ربما مثلا غيكون عنده العينين مزيونين، ربما عنده شعر مزيون، ربما شي حاجه، دائما خصو تهضر له، يعني تطلع له، يعني بحال نتينا هذاك الموضوع هذاك بالضبط غادي تهضر، تختار المكان والزمان تهضر عليه، ولكن صافي فضينا، منا غادي نمشيو عند الطبيب، غنجلسو كاستشاره ولا دوره تدريبيه مع الطبيب اللي غيهضر معاك وغيهضر معاه، وفضينا، ولكن ما غنرجعوش، خصنا نستناو، خصك تتحملي، يعني يكون عندك طاقه الصبر والاستغفار هنا في هاد الحاله هذه. يعني ما يمكنش احنا غادي نبقاو مثلا اليوم هضرنا على الموضوع، غدا نهضروا مع الراجل على الموضوع، بعدا نهضروا على الموضوع، هذا راه خطا، راه بزاف ديال النساء كيدخل معكم الشيطان، ها هو عنده واحده اخرى، ها هو ما كيبغينيش، ها انا ما عجبتوش، الا لا ملي ما عجبتيش علاش تزوج بك؟ كاينه غير انت في العالم، كاين ملايير قد بشداهم، كاينين النساء ماشي ما عجبتيش عاجبه، ولكن هنا القدره ما كايناش، باغيك قدره ما كايناش. هنا الممارسه الجنسيه بنتي خصك تكون عند، خصو الزوج يكون عنده القدره والرغبه، جوج حوايج، القدره والرغبه،
الا فلتت له وحده من هادهم ما كتكملش العلاقه. اذا هنا خصنا شوي وش الله يجازيكم بخير العقل ديالنا نفتحوه ونبداو نفهمه. اما باش تبقى نتينا هذه نقطه خطيره انك تبدا تلوم راسك ما عجبتوش وقيلا غنمشي نصبغ شعري قطع حد لصق في البلاستيك في راسه وتلصق في الشفرين وتعمل في الضفرين حتى كتدخل في الياس. وهذاك الوقت نتينا اللي جالسه كتظلم فيه راسك كتلوم فيه راسك على اساس انك انت ما عجبتيه. اختار واحد السويعات وتخرج مع الزوج ديالك، كتب له رساله حب، علي له معنويات ديالو، خلي على وعسى الا ما نعرف يكون عنده اكتئاب داخل في الدرجه الديبرسيون هي اللي وقع له في هذا المشكل هذا، عنده هذا الضعف هذا. يعني ماشي انت غادي تبقى انت ناقصه بالك مع البلاستيك شحال البلاستيك والشفرين ديال البلاستيك والضفرين ديال البلاستيك ومره انت بالملابس الشفافه هي في الاحمر هي في الخضر هي في التشيني انت معريه انت مقزبه انت مطلعه ومحيره والراس ديالك مقلوب في الاخر كتبداو تشبروا الحوايج كتبداو تقطعوهم كيطلع لكم الدم. قسما بالله وحده كتقول لي قطعت الحوايج كاملين ها ويلي قلت لها قلت لها انا عييت نشري وعييت نعمل انا واقيلا ما بقيتش كنعجبو. خصنا نفهموا صلب واساس المشكله ما نبقاوش نتسرعوا. حنا عندنا اخطاء كثيره في المفاهيم ديالنا على راسنا بعدا. حنا كنساء ما كنفهموش راسنا كيفاش خصنا نتعاملوا مع نفسنا، كتصدر فينا بعض الحوايج وما كنفهموهاش منين جات. فما يا ترى جنس اخر اللي هو الجنس الذكري باش نفهموه؟ اذا انا الا ما فهمتش راسي كيفاش كنتعامل، ما عرفاش الهرمونات اللي مثلا عند الدوره الشهريه، ما عرفاش الهرمونات اللي غيكونوا عندي عند الحمل وهرمونات اللي كيكونوا ديال الحليب، وما عرفت بزاف الحوايج، ما عرفاش كتعرف غير مرحله الحمل كتجي كتنزل داك البامبينو كتطلق له في الارض كيجري وكتجري له على الطرف ديال القوس وفضينا. الاغلبيه ديالنا واخا كتكون استاذه وكتكون مديره وكتكون راه ما عندناش حنا هاد الثقافه هذه. حنا عندنا الثقافه نبقاو محدودين، يعني ثقافه محدوده يعني هو اننا في واحد المجال الا غادي نخدموا في هاد الخدمه ولا غنخدموا في هاد الخدمه صافي ما عندناش شي حاجه اخرى، ما كنخرجوش من ديك حنا عندنا الرباعي، حنا الريوس ديالنا بحال الريوس ديال الكوادروس. الكوادرو هو شي حاجه كوادرادا، ما عندناش الراس ديالنا بحال السيرك. السيرك ما معنى يعني الطاقه كدور، الحركه كدور، العقل كيدخل الحاجه اللي ما عجبتوش كيخرجها كينفطها، الحاجه اللي مزيونه كيستقطبها كيقول اراها لهنا. طالما ماشي مع ديني والدين ديالي ما غيحرمليش، اراها السقطه زيده نمي بها القدرات ديالي، نمي بها الشخصيه ديالي. لا 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 حنا عندنا الكوادرو، الكوادرو ديالنا مغلوق بالقفوله، ما كندخلو ما كنخرجو، ولا وقعنا المشكل صافي كنشربكو الدنيا. كيكون مشكل عنده 1% ما كيقولش شهر حتى كيكون وصل من 50%، اما ملي كيقول شهر ونص صافي حنا في 100% طايح حتى من نايض. البورصه ضد الدواء والغاط والصداع والهراج، وانت كلك وانت فعلك وانت عملتي وانت صنعتي وانت كتخوني وانت عملتي لي وانت صنعتيني وما يمكنش وانا شنو ناقصني وانا كذا وانا كذا. هاد الهضره كامله نقصوها، نقصوا هاد الهضره الله يخليكم. لحظه سي فرانسيسكا هما كاينين راه معك. نعم حولي فرانسيسكا اي كلمه اي حاجه خرجوا انت راك عارف. اذا غادي نستنى دقائق عاود. نعم اذا هادو نقط مهمه ان منك تشوف الرجل عنده هذا المشكل ديال الضعف الجنسي ما تلومش راسك. هذه نقطه ثالثه، عدم لوم للنفس ديالك، لان كل ما لومتي نفسك فانت الدبدبات ديال الطاقه اللي هي سوداء غادي تبقى تخرج منك. هو راه غادي يحس هو عنده مشكل وانت تزيد تعمل مشكل راسك. كان عندنا مشكل صدقنا جوج المشاكل. والزوج كذلك خصو يعرف اللي كيسمعني جالس هنا منك يكون ضعف الجنسي ماشي المشكل ديالك بوحدك، المشكل ديالك ومشكل الزوجه، المشكل ديالك حتى الزوجه كتاثر. فالله يجازيك بخير خصك يعني الزوجه خصها تدعى وانت في يدك خصك دعاء. هذا راه ماشي مشكل، ما عندكش علاش تتعقد باديتو يعني باش تتعقد. هذا مشكل للانسان في ظرف شهر شهرين ثلاث شهور يقدر يعالج الا كان عنده الضعف الجنسي وفي البدايه ديال الضعف الجنسي ماشي مشكل. المشكل هو الا خليناه وبقينا ساكتين والسيده كتغوت ونسينا ما كتبغيش تعترف ما بغيش تشوف واحد المستشار او واحد المعالج اللي غادي يعالجك، اذا هنا فعلا غادي تزيد لك المشكله وفي الاخر العلاقه ديالك غتنضمر. وبزاف الطلاق كاين تاثر على اساس هاد الضعف الجنسي، بزاف ديال الطلاق وبزاف ديال الخيانات النساء باش يردوا لها البال. ان المراه خرجت في حاله فتش راسها على راسها، كتزوج عندها 26 25 شي غتبقى جالسه مع الراجل 3 سنين 4 سنين ما كاين والو، فين كتمشي تدبر على راسها؟ حنا ماشي كناهلوها اولا كنشجعوها للقيامه، ولكن
ولكن هذه هي الحقيقه. لان احنا علاش؟ لان احنا العرب ما كنبغيوش نعترفوا بالحقائق. عندي مشكل حطوا على الطاوله. اجي لالا انا عندي هذا المشكل شنو غادي نعملوا فيه؟ عندك شي حل؟ كتعرف شي حل؟ كتعرف شي حاجه في الدين ديالنا في العلم في هذا؟ نزلوا نفتشوا بجوج بينا. لان احنا ملي كيكون عندنا واحد الرباط مقدس، واحد الميثاق الغليظ، واحد العقد الزواج، هذاك ما عندو خصك الا طحتي انت نهزك، والا طحت انا خصك تهزني. اما الا انت طحتي وخصك تنطاوي على نفسك بوحدك السي محمد، بقى راسك ما تزوجش في الحقيقه. لان ديك السيده هذيك عندها واجبات حتى هي معك، خصك تكملها بالواجبات ديالها كيما هي، خصها تكمل لك بالواجبات ديالك. والا فلا هنا كتدفع الزينه وغتدفع الخيانه وغتدفع بزاف د الحاجات. احنا اللي رجعنا كنشوفوا بعض المراري، انا هاد الكلمه هذه غادي نقولها باش الرجال يفهموها. كنشوف بعض المراري كيطلعوا النساء، كيطلعوا الرجال، دابا الرجال كيطلعوا خانتني عملت لي. اجي سي محمد عندك العجز الجنسي، عندك الضعف الجنسي، شنو عندك بعدا؟ هذوك الاغلبيه ديالهم شي تشوف عندهم واحد، ماشي يعني الاغلبيه عندهم هذا المشكل هذا، ولكن ما كيطلعش يقول انا عندي الضعف الجنسي، انا مع هاد السيده ما كنعمل والو. ايوا ما داكلو ما تخليو لي ياكل. ايوا كاين الطبيب اليوم الحمد لله كلشي، الاطباء ما بقاش داكشي بحال قبل. الاطباء العيادات ديالهم مفتوحه، وكاين لي كلينيك، وكاين هذا. سيروا شوفوا راسكم على شو على 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 الدواء. الناس اللي كيردوا على هذوك اللي كيسبوا راه غتبلوكيو حتى نتوما، حتى نتوما غادي تبلوكيو. بحال دابا لمياء جنة تبلوكات، ما تردوش على هذوك، راه السيده كتعمل لهم البلوك. عملوا لي جيم سبحان الله يخليكم. الا لا ها لمياء جنة خرجت، عملنا لها البلوك لانها جاوبت على واحد اخر، فما كيكونش فاهمه على من كتهضر انت، فكتمشي انت دابا جاوبتي على السيد اللي هضر. واخا ها انت تبلوكيتي معاه عن خطا، ولكن ما غترجعش تفتح، لان انت ماشي مهتمه باش تجاوب على اللي كيسب. اللي كيسب عنده السيده اللي كتبلوكيه. اذا حنا اللي كيسب خليوه يسب، غير تبلوكا كتبلوكيه السيده على داكشي. حنا عاملين جوج الناس معنا في الصفحه على اساس البلوك، انت ماشي شغلك فيه. غتجاوبو غتبلوكا حتى انت. نين الله يخليكم، باغية جيم ضروري جيم. وهل ملي كيهضروا أغلبية عندهم مشاكل، عندهم صداع، عندهم هذا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا حنا ملي كنشوفوا هاد الرجال كيطلعوا كيقول لك أسيدي خانتني، جبرتها مع واحد، مايمكنش المرأة غادي تبدل لك أسيدي هيدا وصافي، مايمكنش. قليل في القليل، إلا إلا كانت هذيك المرأة زندقية، ما عندها لا أخلاق لا دين لا مبادئ لا والو، مايمكنش. ولكن انتينا جالس مع السيده، ما داوي راسك، ما طلق لا ما طلق، قال لك صرحوا لنا بالمعروف. الا انتينا ما باغي لا دواء لا والو، طلق للسيده مشي في حاله. ولكن طلع باش تشوه الصوره د المغربيه او لا الصوره د وحده جزائريه او لا تونسيه او او، انا هادشي هذا راه ما كيدخلش في العقل. راه خصنا نعطيو الناس الحقائق، ما نبقاوش نعطيو لهم الصوره غير اللي بغينا حنايا، نبداو نجيبو حنا داكشي ديالنا نصوروه ونرس. لا، رسم لي وارسم لي من ان زد، ما ترسم ليش من دين زد ومن ان دي. شنو كاين عندنا تما؟ ما كاين والو، ما كاين والو، الدنيا خاويه. اذا هذا هو المشكل، بعض النساء اللي كنشوفوهم كيخونوا بواحد الطريقه عجيبه. وكتشوف ملي كيطلع داك الراجل كيهضر، حتى المستوى ديالو الفكري ملي كيهضر كتحس بانه ما هوش في هذا العالم، انه ما عارفش حتى المراه شنو خصها. ايوا طرح السؤال انت، ملي داك المراه خرجت مشات كتشوف واحد اخر، انت شنو ناقصك؟ انت راجل بحال بحالو، اذا هنا عندك شي مشكل، خصنا نرجعوا نشوفوا شنو هذا المشكل. لأن يعني النساء من طبعهم ومن عادتهم فيهم الصبر، وما من عادتناش المرأة الأغلبية ما فيش الدم ديالها، ما فيش الخيانة بحال الراجل. والمرأة إلا جبرت الراجل يعني ماشي معاها في الخط، نأكد لكم مليون في المية أن المرأة ما كتمشيش تفتش من جهة أخرى، كتبقى في متعة. هذه باش يكون في العلم ديال الرجال. إذا أي رجل هنا كيحس بأن الزحزحة ديال الزوجة اللي معاه،
او لا شي حاجه، فخصو يراجع الاوراق ديالو على الطاوله. حنا ماشي في العصر الحجري، او لا حنا في عصر قريش، او لا حنا في واحد العصر الحمد لله اللي الناس كلشي بعينه كتشوف، واللي بعينه ما ينتلف. واش السيده جالسه معاك مزوجه عامين وثلاث سنين وانت ما كتهاش؟ ايوا كاين، هي علاش تزوجت بك؟ ايوا غتفتش على راسها. انا نقول لها تفتش على راسها، طلقك وتفتش على راسها الا ما بغيتيش تعالج راسك، لان الحياه وحده هي، ما تبقاش جالسه معاك لان انت باغي تبقى بالمشكل وتنطوي على نفسك وتبقى جالس تما ملوي مع المشكل. ها وفي الاخر كتبدا تهرسنا في القشوع وتهرسنا في هذا وترد الغدا يديرك حاجه اخرى. لا ولد الناس، حاول خلي العقل ديالك، كبر عقلك. حنا قلنا لك لكل داء دواء، هاد التعريف فينو عندك؟ واش كتعرف شنو هو لكل داء؟ ماشي انا قلتها، رجعت شوف فين مكتوبه. لكل داء دواء. واش الخالق ملي كيقول لي لكل داء دواء انا بقى باش نضر؟ كيقول لك وما نزلنا من القران شفاء للعالمين. واش هو قال وانا غادي نقول ما فيهش الدواء؟ لا، عامل لكل داء دواء، صافي تقاضت اي مشكل كما كان نوعه فهو عنده الدواء. ولكن خصنا نخليو الفرصه، نفتحوا المجال ونخليو العقل ديالنا يكبر باش نقدروا نتعالجوا ونبدا واحد الحياه جميله. لان هذا الضعف الجنسي هو كوحش كيدخل كيسلب السعاده الزوجيه بين الطرفين. نعم، اذا هادو نقط، ثلاثه نقط اللي عطيناهم مهمين. والنقطه الرابعه وهو ان الراجل خصو منين يكون عنده هذا المشكل هذا ما يحسبوش كمشكل اصلا. الضعف الجنسي ما خصكش تحسبه كمشكل، فانت خصك تجلس مع الزوجه ديالك على الطاوله، يعني تخلي النقط واضحين، تحاولوا تشوفوا طبيب، تشوفوا مختص، وتبداو في العلاج ديالكم بكل طريق. والزوجه خصها تصبر والامور تكون يعني على احسن ما يرام في النهايه. اذا كنستنى عوجيمات لان ضروري هاد الناس، سبحان الله. اذا كما قلت لكم راه الجيم كيطلب لي نعم. كذلك كنقول للزوجه هذا المشكل هذا عملو قبلتك، ما تخليهش وراك. علاش؟ واخا تقول غنصبر دابا وغنصبر غدا، راه غيوصل واحد. حنا نساء عندنا هرمونات، عندنا حنا راه بشر، حنا ربي خلق فينا الفطره. المراه راه خصها دعاء، راه ما يمكنش تقول لي انا صابره اليوم وصابره غدا، راه كتخرج للخيانه وغتخرج للزينه من بعد، ولو يكون كيما بغى يكون الحل، خصوصا في هذا العصر هذا ما يمكنش. واش انتينا جالسه مع السيد ما كاين حتى حاجه؟ شوفوا الواحد الاخت ولا الاخ كيقول ايوا خصها تصبر معاه، هذه كلمه لا اساس لها من الصحه. هنا ما نبقاوش نطلعوا نكذبوا على بعضنا. حتى هذوك القدماء اللي كنا صحابنا حنا كيصبروا مع بعضهم، هذاك ما كانش انترنت كيفضحهم. هذوك كيتناقصوا في القرى وداكشي، كيتناقصوا من الزروبه، من الزروبه كانوا كيتناقصوا. واش تكذبوا على الناس؟ خليو الناس تثقف وتوعى. قال لك تصبر ما تصبر، علاش غتصبر؟ مالا فقدت مات الراجل وهيداك، والله سبحانه وتعالى حلال لا تمشي تزوج، الا مات كاع وخصها تمشي تزوج على راسها، وعلاش غتصبر؟ كتضحكوا عليهم ياك؟ اودي خليونا نعطيو للناس الافكار باش ينوضوا يفهموا الموضوع. قال لك ايوا تصبر معاه، كاين شي واحد كيتصبر على هذا الموضوع هذا؟ لا راجل لا مرة، ما نكذبوش على بعضنا. راه في قدام الزمان ما كانش انترنت كيفتحوا، ما كانش يتصور، كيتسيبوا من الزروبه كيتسيبوا قسما بالله، من التشوابل كيطلعوا على السطوح عرفتي، كيضربوا معاه شحال من سطح باش كيوصلوا عند بعضهم. جاو تضحكوا علينا ولا وحنا راه الطريق راه باين والناس راه قراص وكلشي باين. دابا ما بقى ما نتخبعوا، دابا دابا حنايا حنا كلشي عندنا على الطاوله منزل. غا كتبغيو تخبعوا داكشي زعما باش كتبغيو تبردوا وتخبعوا، ما عندكم ما عنده ما يتخبع، كلشي باين، كلشي باين وكلشي واضح على الطاوله، ما بقى ما يتخبع. راه كل ما كنخبعوا فحنا كنضروا نفسنا، كل ما كتخبع شي حاجه ضرك فانتينا كتظلم نفسك.
والله القفز العلوي وتوابن والبرارك وعلى الشجر والشجر ديال الكرموس ما كتشوف باللي الغشطب كيتهزوا الناس طالعه كيطلعوا فوق الشطب وكيجريو هادوك القدماء اللي كتقولوا لهم نتوما القدماء. حنا شوفوا بلا ما نبقاو نهضروا بزاف، الناس اللي زاروا المآثير واللي مشاو واللي شافوا على الحيطان يعني كيفاش كانوا كيرسمون على الجنس وداكشي كلشي مرسوم كلشي باين كلشي معيق، واش حنا ما كنشوفوش واش حنا ما قريناش؟ العلماء كيبينوا لنا غير اللي ما بغاش يفهم واللي ما بغاش يعيق، وهذوك راه كانوا كينقزوا على شجر ديال الكرموس وديال الهندي وتزيد وزيد 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 ما كيتلاح يا الحشمه. الا الجنس ما كيكون الجنس راه ما كيبقى حد يشوف، راه العينين كيتعمى كلشي ما كيغادش له الكعبه. غنبقاو نكذبوا على بعضنا هنا ونوضوا جمعوا راسكم، الا غادي تجمعوا راسكم والا غادي تثقفوا راسكم ثقفوا راسكم، والا بغيتوا توقفوا تكونوا ناس تفهموا كيفاش تحلوا المشاكل ديالكم. والموضوع يعني ما تكبروهش، الموضوع عند 1% من الحجم ديالو نخليوه عند واحد، الا وصلنا 5% ما كاين مشكل، ولكن في الاخر غادي نحلوه باسرع وقت. ولكن بداو نقولوا لا حق نصبر معاه ما نصبر معاه، الهضره دي قاويه هادي، هاد الهضره خاويه لا اساس لها من الصحه. وهادوك القدامين اللي سحبكم نتوما صابرين معاهم ما كانوش صابرين، هادو كانوا كيتنقزوا مع الشطب الصباح كيصبحوا غير الورق ديال الشجر الشطب ديال الشجر كلشي مطيح في الارض، الشجر كانوا كيستعملوهم بحال السلالم فهمتوني. ما كاين لا صبر ولا هذا، راه الجنس هذا السي محمد ولا فاطمه نوضي جمعي راسك، راه اليوم تصبر غدا تصبر بعدو تصبر دينو تصبر، واحد النهار هادي طاقه طاقة الجنس راه في داخلك، باش غتحكم فيها؟ واش عندك الماندو؟ التلفزيون ها هو قدامي نقدر نتحكم، عندي الماندو باش نفهو نشدو ونفتحو. اما الجنس الجوع انا غادي نخلي لك الجنس ونرجع عندك الجوع، لان كاين الناس هادو ما كيفهموش، خصني ندير الرجل ونبسط لهم ونحل لهم ديك الجمجمه وندخل لهم المعلومه، ويا ربي شو كتبقى ديك المعلومه راه غادي تهرب لي عاود معوده المعلومه شو قالت لي اخرى المعوده عاود خصني نرجع بلاتي بلاتي. ايش فرانسيسكا غا بلوكي اختي بلا مشكل بلوكي بلوكي نعم. المعلومه باش تبقى لهم فراسهم هذا خصك الاكل مثلا. دابا الا جاكم الجوع بالله عليكم واش كتصبروا؟ انا مخير فيكم، الجوع راه فطره. علاش؟ لان الجوع عنده جوج الهرمونات، عنده جوج الهرمونات، هرمون الشبع وهرمون الجوع، واحد كيطلع واحد كيهبط، فهذه سنه فينا في الجسد ديالنا ما يمكنش تتحكم فيه. تقدر تتحكم نهار ما تاكلش، نهار ثاني غادي تطحن الارض ها لا والو، وحتى الجنس ما غتقدروش تتحكموا فيه الا ما عرفتولوش كيفاش غديوه. حتى هو واخا تصبر اليوم تصبر غدا تصبر بعدو تصبر دير غتدخل فيك سيها في الاخر غتبقى تفكر الا جا عندك واحد وضحك لك وقال لك فاطمه راك غزاله تقول هذا هو ديالي، واخا يكون ما فيه ما يتشاف، لان يعني علاش الحرمان. ما يمكنش واحد الطاقه عطاها لك الله سبحانه وتعالى الداخل في الجد ديالك خصها تخدم، خصها تخدم، خصك تخدمها، خصك تخرجها، ما يمكنش تخليها الداخل، ميمكنش تخليها لداخل. اذا هادو طاقات اللي خصنا نعرفو كيفاش نتعاملو معاهم، الا ما عرفناش كيفاش نتعاملو معاهم فحنا كنكذبو على راسنا، لان حنا شوف حنا عندنا واحد النسبه مئويه الكذوب بعدا كنستعملوهم، ملي كنخلقو حنا كنكذبو. انا هضرت معكم مره اخرى، ملي كنخلقو حنا كنسمعو الكذوب. اذا ملي كبرنا حنا الحاجه اللي خصنا نهضرو فيها ونصحوها واللي هي فطره عطاها لنا الله خصنا كيفاش نعرفو كيفاش نتعاملو معاها ونديوها يعني في واحد الاطار اللي هو اطار محدود يعني فيما قال الله سبحانه وتعالى. لا حنا هذيك كنهربوا منها وعندك تهضر فيها وبلاتي، ولكن ملي غادي نتزير بها الحل غننطلع على راجل اخر. ايوا شكون احسن؟ واش نهضر على المشكل ونحلو ونكمل العلاقه ديالي في سلام وامان، ولا انا نبقى ساكته 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 حتى واحد النهار غادي نبدا نخرج نبدا نخون؟ ما هذيك اللي كتقول لي الصبر هنا غير كتضحك عليا وتضحك على راسها. صبروا هذوك الاولين، انا قلت كانوا كيتناقزوا على الشجر وتوابل قاصه من بالله، معلى الشجر ومعلى ما حتىش نقول لكم قبل خصكم تعرفوا واحد الحاجه، شحال من واحد ربى ولادو وهما ماشي ولادو، عند بالو مسكين ولادو وهما ماشي ولادو، هكذا هكذا. بغيتو غنهضر خليوني ساكته احسن لي نبقى ساكته. شحال من واحد عنده 4 5 في الدار، جوج ديالو وثلاثه اخرين كاع ماهم ديالو، ما كان لا طب لا علم لا حتى حاجه، لا انترنت اللي غيصورها لا والو. السيد كيمشي يخدم، السيده كتعلق، السيد ما فيه والو، السيد ما تقدرش تقول له هي الممارسه ولا يهرس لها راسها،
قولوا الممارسة يهرس لراسها. سمعوا الكلمة، سمعوا الأبيات الشعرية ديالي، غتقولوا الممارسة يهرس لراسها. فهي كتمشي تجيب له عاود البامبينو من برا وتدخلوا له، كتقول له الممارسة تهرس لي راسي، ها البامبينو ها هو تلو قولو كوبراكي يلا، كتبدا تجيب له من برا وتدخل له، كتمشي للريبة تعمر في الريبة وتجيب من الزريبة. هذه هي اللي كاينة، ما نبقاوش نكذبوا على بعضنا، هادشي اللي كاين. ونتحدى هادو من اللي كيطلعوا من عندي لهنا ويهضروا بهاد الهضره الخا، انا عارفهم راه مساكن هادو مقلوبه ماشي عليهم القفه، مقلوبه عليهم البردع، مقلوب عليهم. فهمتوا؟ فالانسان هاد المشاكل هادو بالعكس خصنا نعيشو كبشر ماشي كحيوانات، لان الحيوان هو اللي كيتصرف بهاد التصرفات، كيعمل ولادو اولا كيقوم بالممارسه الجنسيه وما كيعرفش حتى مع من. لا، حنا خصنا الجنس راه مقدس، خصو يتقدس، ماشي خصنا نحسبوه كعار، لان الناس كتحسبوه كعار وكتستعملوا للسب، وهذا راه والله لا عيب، هذا هو العيب، وهذا ام العيب، هذا هو ام العيب، ان احنا الجنس كنعملوه من اجل السب. هذا راه مشكل في الحقيقه، الا ما صححناش الافكار اللي عندنا على ان الجنس نعمه من الله سبحانه وتعالى عطاها لنا، فاحنا عن طريق الخطا. وغادي نبقاو هكذا حتى نموتوا، ما احنا مجوجين، ما احنا مارسين شي ممارسه في صفه الناس، ما احنا العواطف والمشاعر ديالنا عندنا فيها توازن، ما احنا والو، احنا مكركبين. ها اللي في الخيانه، ها اللي هابط هنا كيجيب البامبينو سوق يدخلهم هنا، ها اللي عنده بامبينو من عام من خاه، ها اللي جابت بامبينو من راجل دختها، ها اللي جابت له بامبينو من خاه هاد المراه، وهداك الشيء مخلط، داك الشيء عنده مخلط. ها ام عزيبه، ها ابوها هو اللي اغتصبها، ها جدوها هو اللي اغتصبها. هاد الشيء هذا كامل ماجي لان الجنس عندكم في مرتبة متدنية، والاحتقار للجنس بواحد الطريقة يعني جد دنيئة. والجنس لا يحتقر، الجنس هو من أساس يعني التسلسل ديال الحياة في الكون. لما كانش الجنس ما كنت نكون لا أنا ولا كنت تكونوا نتوما ولا كان يكون حتى شي واحد آخر. فالجنس له قيم، يعني خصنا نحسبوه بهذه النقطة، هذه خصنا نشوفوه يعني الفوق، ماشي ديك النظرة اللي عندكم كتسمعوا الجنس صافي العقل ديالكم كيمشي مع فاين. لا بالعكس، خصنا هو شوف، لكن حنا غير شويش عندنا ذره عقل يعني، اولا يعني غير النواه ديال العقل عندنا فيها كتخدم، غا نواه في العقل كتخدمنا. الكارت ناسيونال ديالك راه فيه الجنس مكتوبه، كلمه الجنس يعني انت كتعامل يعني هزه معاك، يعني كتهز معاك اشياء مكتوب فيها الجنس وداك الشيء. يعني الانسان خصو يحترم هاد النعمه اللي عطاها الله، ماشي يتعامل معاها بطريقه حيوانيه، لان حتى هادو اللي كيقوموا يخونوا راه هادو حيوانات في الحقيقة ماشي بشر. البشر اللي هو بشر فعلا بشر وعرف ما قيمة الجنس راه ما يقدرش يخون، ولكن الحيوان نعم، لأن الحيوان في الحقيقة ما عندوش المخ باش يخمم وما عرفش ما هي الخيانة أصلا. الحيوان كتجيه عنده الفطرة، عنده غريزة، عنده إثارة، فهو كيتقدم للممارسة مع من كان، ما يهموش سواء جنس ذكري جنس انثوي، هو غير ماشي كيفتش باش يكمل الوتر ديالو. اما الانسان الى عرف ما قيمه الجنس فهو كيحترم هذه النقطه، هذه كيعرف انها نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، وكيتعامل معها بمعامله يعني. ولكن هادو من الناس اللي قراو اللي عرفوا شنو هو الجنس، ماشي الانسان غير اللي ماشي وصافي. حنا كنعملوا البلوك، اذا هاد الناس هادو سمع امال كتقول انا اختي حنان فاش تنكون حامله تنحشم ندوز من امام المقاهي. سمعوا هادو معقد، هادو معقد. ما اجمل المراه فتره الحمل كأم، فتره جميله، فتره لا تعد يعني، ما تعاودش كل عام في سنه، ربما تعاودها جوج المرات ثلاثه مرات على حسب يعني الحمل اللي غادي تعمل. شوف النظره ديالك للحمل كيف النيه. شوف اذا هنا امال اختي كتعطيني ان الصوره بان الجنس بالنسبه لي لك كتخاف منه. إذا شتي يعني التعليق ديالك أنا عارفك، وهنا كيجي أساس يعني من التربية، من الطابوس، من المجتمع، من العيب، من العار، من كذا من كذا. هذا راه مشكل كبير، وحنا المجتمع العربي إلا ما تحررش من القيود ديال الجنس، وعطى قيمة للجنس بأن الجنس نعمة، وأنها طاقة إيجابية، وأنها لازم تحترم، فلا سلام الله علينا. فأمل أختي خصك تراجع الفكر ديالك في هذه النقطة هذه.
نقول لك حاجه واحده اخرى امل، شتي ملي غتكون حامله ودايزه حتى المقهى، القلب ديالك غادي يتزير، المخ ديالك، الطفل الجنين اللي في البطن ديالك راه كيتاثر، كتقوص طاقه سلبيه للجنين ديالك بالمجان. ما انت سرقه، ما انت عامله في الحرم، ما انتينا ام عزيبه، وعلاش اختي عليك في هاد المشاكل؟ لان الافكار اللي عندك داخل في راسك، انت كتعتقد بانه ربما داك الرجال كاع ما كيشوفو، ها هو يشوفو، انتينا على حق وانتينا في المطاع ديالك، انتينا في الاطار ديالك، عندك رباط مقدس. لماذا ارى الى الاخر؟ انا عندي حمل، سعيده ام، ساكون ام، زوجه، امراه، يعني انثى، بالعكس شيء جميل. لماذا انا سارى للاخرين؟ هل يرون؟ يشوفوا يعودوها المخهم. ولكن المشكل ماشي في الاخر امل، المشكل هنا عندك انت اللي خصنا نرجعوا نشوفوا شنو، يعني شنو هو داك الصغر وشنو هو داك الشيء باش نقدروا نعرفوا شنو هي النقطه اللي ماثره عليك كتخليك. اذا هنا من هنا كتعطينا بان حتى الجنس عندك يعني واحد النظره ماشي هي هذيك. ونزيد لك حاجه اخرى امل، وغادي تقول لي نعم، حتى الجسد ديالك بعض المرات ما كتقدرش تشوف الجسد ديالك، وهذا راه مشكل. علاش؟ لان تربيه يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا عرفتي، انا حسبي الله ونعم الوكيل اللي عملوا في هاد الناس مساكن، اللي نقد راسو وقرا وتعلم وفهم وتثقف راسو زاد، راه زاد، واللي ما تحتلوش الفرصه، وماشي الفرصه راه ما كتحش الجميع، راه بقى ما عارفش منين يزيد ومنين يخرج ومنين يدخل. نعم، اذا بلاتي نكمل على الموضوع الله يخليكم، وفي الاخر غادي ندخل للنقط للديتاي، لان الا بقينا هنا غادي نجاوب كل سؤال، فغادي نخلي الموضوع اللي هو مهم. الا جات على نعم الحمل، يعني اجمل مرحله يعني في من الحياه الزوجيه، يعني احسن مرحله يعني، واحساس هرمونات اخرى، احساس اخر، يعني بزاف ديال الاشياء، بزاف ديال الاشياء يعني. وخصك تعرف بان منك كتحمل يعني سبحان الله، حتى الطاقة الصبر ربي كيزيد لك في الحياة ديالك، لأن كاين هرمونات وداكشي كيساعدوا على الثابتة ديال الضغط وديال هذا. بزاف الفوائد عندك في داك الحمل، أنك الناس اللي عندهم رضعوا وحملوا ما معرضينش بزاف، أقل 20% للسرطان من الناس اللي ما ولدوش وما حملوش وما رضعوش. بالعكس، هذه سنة الحياة، هذه سنة الحياة. شفتوا كيف عندنا الاخطاء في المفاهيم ديالنا؟ وهاد الاخطاء راه كتاثر علينا، وماشي كتاثر غير علينا، بحال دابا الاخت امل راه المشكل غياثر عليها وياثر على الجنين ديالها، ولا اله الا الله. هذاك السي اتريس ولا العتروس ولا انافيس ولا شنو نسين، شوف اوليدي جلس ولا الباب الزنقه. نعم، اذا قلنا بان ما خصناش نتسرعوا، وفي نفس الوقت ما نبقاوش ساكتين على المشكل، خصنا نهضروا مع الزوج. اذا لا السرعه في الكلام يعني، ولا اللوم دلومه يعني، هادو اشياء اللي اولا السكوت، اما نلوموه ولا غادي نسكتوا، هادو جوج الاشياء اللي حنا ما كنتفقوش عليها. الانسان خصو يهضر على الموضوع، قلنا المكان السرير يعني في البيت الزوجيه ما خصناش نهضروا، وفي نفس الوقت ملي كنجلسوا خص الراجل يشوف يعني شنو هما المشاكل، واش عنده ضغوطات في العمل، واش سبق وقع له شي حاجه في الماضي ديالو، واش فعلا تزوج عن حب، او عنده شي وحده كان كيبغيها وجا تزوج بهذه. هنا مجموعه من الاسباب اللي غادي يقدروا يكونوا عاملين هذا الضعف الجنسي، او يكون غا مرحله مر منا النفسيه ديالو بدات كتكتئب. يعني احنا كنهضروا على الضعف الجنسي، احنا ما كنهضروش على المهم. اذا اوكي صوفيا سيسي جالو بيستو. اذا نعم، ملي كيتعطى المخدرات هذاك صافي مشى فيها. اذا قلنا الضعف الجنسي خصنا نعرفوا الاسباب، خصك تشوف الزوج ديالك واش عنده مشكل في العمل، لان واش عنده الضغوطات من الجهه ديالك ضغط عليه،
راه كاين بعض النساء ما عارفينش انهم هما السبب كيكونوا بعض الاحيان في الضعف الجنسي ديال الازواج ديالهم. كيف؟ انا غنقول لك كيف. دخل الراجل محمد كيقول لها نعم المراه، اسمع انا كتقول له الراجل، هما ما كيعيطوش على بعضهم بعدا بالاسماء، او لا الحب ولا العزيز ولا الغزال ولا التحاف ولا الحبيبه، هما غا كيضربوا ديك الورقه صافي، المصطلحات كيغيروهم، كيبداو على بعضهم المراه والراجل. هذه بعدا واحده، شوفوا شوفوا حنا كيفاش عايشين. الراجل كيقول لها نعم المراه، كتقول له اجيب معاك البوطه راه انت مات. واخ مش هذاك الراجل اللي كان ماجي يجيب ديك البوطه، عاو كيجلس واحد شويش في العشيه خرج القهوه. دابا المراه رجعت كتقول للراجل واش خرج القهوه، زعما كتقول له غتسرسب مع الباب بلاتي. كيقول له غندوز نجلس واحد شويش، نمشي نتجمع ومن تما نجلس القهوه. كتقول له اجي معاك السكر والزيت. واخا انار لوليغاس او غدا الراجل. المراه اش كاين؟ راه الشامبوان ما بقاش يد العيال، جيبو منين تكون ماجي من الخدمه. واخا ها هو غيجيبو. جا في العشيه بغا يعمل داك السيستا، ناض كيف كاينوض كتسيب له داك البراد من عنده، كتقول له ماشي القهوه زعما صافي نوض خرج فحالك، باش تجلس هي مع الواتساب ديالها ومع اليوتيوب ديالها ومع هذا وبلاتي. كيقول له غادي نمشي نصلي عاود ومن تما نجوز عليه. كتقول له غوز من عند الخراس ودي الصباط، راه تا كنت هرس لي تا كنت الصباط. كيقول له انتينا كاع ما كتخرجش. كنقول له ويلا ما كنخرجش غدا غادي نخرج، كنبقى انا غير في الدار عبي الصباط دي، قلت لك نطرف يطرف لي الصباط ولا شري واحد اخر جيبو معاك، علاش انا مزوجه اسمح لي. واخا مش هذاك الراجل صافي كيكون السيمانه كيجي له الضعف الجنسي، هذا ماشي يجي له، هذا ما تجي له الجلطه الدماغيه معك، ماشي الضعف الجنسي. ما الا جا الضعف الجنسي حبيبتي وقل الحمد لله، هذا غتجي جلطه دماغيه وسكته قلبيه قسما بالله. حتى لو ديغو جو هي بركي جا كونتيغو كوالكيرا اسكي سي با لا روينا، كي سي با ستار كونتيغو تو اس دي لويغو فامو ونا روينا انتينا بعدا مصيبه. يعني ديك الضغط على الزوج، جيب شي اجي وجيب جيب 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 جيب، واخا كيكون عنده الفلوس راه الراجل ما كيعجبوش ديك البلعه جيب جيب. ارى 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 دارتنا على هذا الموضوع شحال هادو، من بين الاسباب اللي دخل الراجل في ازمه نفسيه. ومن غدخلوا في ازمه نفسيه عاوما بداو غوتنا على الضعف الجنسي. ايوا نتينا ما مش نقدروش عليك، واخا نمشيو نداويوه خاصك انت تغير من السلوك ديالك فاطمه، لان انا ما غيرتيش انت من السلوك ديالك غتعاود تكرس عنا نفس المشكله. نعم من غتعاود نفس المشكله، اذا هاد السيد ربما غيوقع له العجز في الاخر، ما غيبقاش في الضعف، غيزيد من المرحله ديال العجز. تقدر تركب له السكر بالاعصاب، السكر راه كيعمل العجز. تقدر تصيفطو يدي يمشي يتكيف، الدخان راه كيعمل العجز، الضعف كيضعف، تقدر تجعلو يدي يمشي يشرب. اليوم حاليا كنشوف بزاف الدرجال رجعو كيشربو، هادي نتوما عندكم ما كتشوفوها شي. دابا صلى على النبي الكينتو وداك التينتو، ما حتاش نقول لكم ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك. علاش حنا خصنا نشوفو النقدو من ما في ما يتنقد، لان هو هذا الرجل العربي رباته مراه عربيه اللي حتى هي الاغلبيه ديالنا ما كانش عندنا وعي في مجموعه من الاشياء، لقحتو داكشي اللي عرفت جيتي نسيت تكملو على الباقي. يعني هذا الرجل هذا الا عملنا في الحقيقه راه ماشي الاخطاء ديالو، هو خرج من عند مراه وجا عند مراه اخرى، خرج من عند مراه اللي لقحتو داكشي اللي ما هواش وجا عندك تكملو نتينا على الباقي، داك لفتي وتا اللي بقى له جيتي تكملو عليا نتينا. عمل هذه في بال ديالك، عمل الصوره قدامك، هذا الراجل منين جا؟ شكون رباه؟ ربات واحد المراه، خرج من عند المراه فين جا؟ جا عندك انت اللي مراه. ايوا علاش هاد السيد هذا عنده اعوجاج في السلوك ديالو؟ الام ديالو وانت الزوجه غتكمل على الباقي. حنا خصنا نردو بالنا بزاف على هاد الحوايج هذا، لان واخا كنبداو نغوتو والعاده وحنا خصنا حقوق المراه وحنا خصنا حقوق هذا، وحنا خصنا الهراوه، حنا خصنا الزلاط، ما جبرناش اللي عطيهنا من الراس صراحه الله يا هادي تقال. لان علاش؟ لان الاساس ما مبنيش، والاساس ما مبنيش، وحتى السطح مريب، اساس ديال الام والسطح الزوجه كلشي مريب، الاساس اللي خصو الديبار من الراجل
من الطفل ما كاينش، ملي كبر جا سطح، سطح تطيع عندنا كلشي، طاح الشيطان داخل، طاحت جات القايله كضرب داخل، اللي جا كيدخل داخل. اصلا سعيد حنا ماشي هذا بالشكاوي ديالنا والعاده وعا 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 وعا، وملي كيصبح الصباح يعني هذا الراجل اللي عملناه، هذا راه الراجل هو الضحيه في الحقيقه الكبيره، الراجل هو الضحيه الكبرى، اقولها وانا اعرف ماذا اقول، رغم ان الرجال كيضربوا والرجال كيعملوا والرجال، ولكن ضحيه كيبقى. لو كان عنده ام سطم على جد الرجلين في الارض، على جد الرجلين، وعطات له القيم كما ينبغي، واقسم بالله العلي، وجبر زوجة اللي واقفه مصاحبه معاه كتف لكتف، صافي رجعوا الابطال اللي قادوا لنا العالم، رجعوا الابطال اللي قادوا لنا العالم خصوصا في الدول الغربيه. هنا الراجل في الوسط يعني خرج من عند امراه وديتيه انتينا امراه، اذا هو كان مع امراه وجان عند امراه. هنا غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي غادي تزيدوها خصكم تعملوها بالكم يعني باش نكونوا واضحين، بعض الاحيان كيخرج مع واحد المراه، كيجي من عند واحد المراه اللي هي الام ديالو، ها هي جان عند واحد الزوجه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالمبادئ ديال الام ديالو، هنا كيوقع بعدا واحد الاصطدام كبير من الراجل. هذا موضوع اخر اللي خصنا نطرقوا له، يعني الا الا رحم ربي جبرتيها ميته ما كاينش الام ديالو، ولكن ما غتصطدمش معاه، ولكن معاه هو اصلا، لانه هو المخيل ديالو كامل عنده فيه الام ديالو، وراه المراه باقا نعسه مسكينه، انك بدا دابز مع عقوسه ودا دابز مع هذا، والله واخا تقاتل مع عقوسك، شتي العقل الباطن ديالو، الراجل فيه الام ديالو كامراه اولى غصبا عنك وغصبا عني وغصبا عن جميع نساء العالم الا ما عرفيهاش يا حبيبتي. ونزيد ناكد لك هذه، علم النفس اللي كياكد لنا هذا الشيء، وزيد نفرد وزيد 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 وزيد. حاجه واحده اخرى، علاش الرسول عليه الصلاه والسلام قال له امك ثم امك ثم امك، وقال له امك ثلاثه النوبات، هذاك راه فيها سر، الراجل العقل الباطن ديالو الاول فيه الام ديالو، ما فيه حتى شي امراه، واخا انت له زوجه وعزيزه و و و كتبقى الام ديالو. إذن البلوك 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 هو اللي ماشي فكنا مع الناس، لان هذه نقطه اللي خص المراه تشوفها بحشويش باش تقدر تبدا تعالج المشاكل، خصوصا الزوجه خصها تكون ذكيه الان في هذا العصر هذا، لان نعم كل رجل عظيم وراء امراه، ما معنى هذا المراه كتكون عظيمه وفي نفس الوقت يكون جام واحد المراه اللي هي عاود جام واحد لاباز عنده لاباز، لان حنا ملي كنجي واحد الراجل عنده لاباز ونسينا عاود كزوجه عندك باز، فهذا الرجل يعني ماشي ما غنجبروش الصعوبات في الحياه غنجبروهم، ماشي ما غنجبروش المشاكل في الحياه غنجبروهم، ولكن غيسهل علينا ماموريات يعني علاج لهاد المصاعب ودهاد دي زوبستاكل اللي غادي يجيونا، غادي نحلوهم بسهوله. ولكن الا هاد السيد ماجي ما عنده باص ما عنده والو مطيح من الشجره وماجي عندي انا، وانا عاو كثار من الام ديالو مفضيه مقطع الوراق ما كنعرف لا شمال لا اليمين، اسمع عندك سناء سناء حرام عليك، اسير نسينا بنتي سير خرج بحالك خرج، ما تضيقاش بيا هنا الله يخليك، باقي 2021 حنا باقا عند المستوى هذا، المرا كتهضر حرام عليك حلال عليك حرام عليك، سير بنتي تنعس سير سير تنعس وشوف ما دبر غدا نوض تشوف البغريره ولا تشوف داك الشفنجه اللي كتقلي وتشوف المسائل ديالك، بقى نسينا غير تما الله يرضى عليك وعطيني ابتسام، خرج من الصفحه ديالي. اذا نعم هادو النقط اللي الزوجات خصهم يراعيو لهم باللوبا يعني بداك الميكروسكوب الكبير باش يكبروا المساله باش يشوفوها. هنا مساله الا فهمنا غيكون عندنا الصبر، الا فهمنا المشاكل بدينا نفهموا له غتخلق عندنا طاقه الصبر وغادي نبداو نفتشوا على الحلول. تتسد يعني في وقت ما كان في وقت حنا كيقوم عندنا الغضب والهجوم من ما كنعرفوش المشكل شنو هو، وفي نفس الوقت كنتهموا ولا كنهاجموا داك الانسان بدون معرفه الاصل ديال المشكل.
اذا هنا خصنا نردوا بالنا من هذه الاشياء باش نخلقوا طاقه الصبر. كان خصنا نبداو نتعلموا المشاكل والاصل ديالو على الاقل، على الاقل باش طاقه الصبر، باش غنبنيو واحد الامل على انه غيكون عندنا علاج. لان الا ما فكرناش بهذا التفكير هذا نحماقوا والله مخيره بحماقه هنايا، طايح حتى من نايض ما غتبقى واقفه حتى وحده، كلشي غيطيح على راسو. يعني هادو اشياء اللي الناس خصنا نبداو نتعلمو كيفاش المشكل، نبداو نفهمو منين ما يجي داك المشكل ونبنيو امل على اساس انه غيتعالج داك المشكل. سلام تلعيني، تلعيني بالتاء واللام والعين واليا. تلعك فين الحبيب؟ غادي نتلعك فين؟ حنا باقي ما كملناش وغادي نتلعك. كاين لا تلعيني ولا هبطيني، غير جلس مطعك. نعم التدخين حتى هو كيعمل الضعف الجنسي، كيأثر على الممارسة الجنسية. نعم إذا قلنا كذلك الزوجة في هذا المشكل هذا بالضبط عند بعد عام اش نعملو حنا العجز الجنسي. هذا موضوع فقط كنهضرو فيه على الضعف الجنسي. العجز الجنسي أصعب من الضعف الجنسي، حنا غا مع المرحلة البسيطة باش الناس اللي يدخلوا كيسمعونا يعرفوا بان الموضوع اليوم فقط الضعف الجنسي. الزوجه من هذا المنبر قضايا العرب كنقول لك لازم تقدم الدعم للزوج ديالك. ما معنى تقدم الدعم؟ انا قلت قبيله ولكن ما خليتهاش باينه، ان الزوج ديالك غادي تشوف الاشياء اللي فيه جميله، غتحاول تغازلو بديك الاشياء اللي هي جميله دائما. هنا كتبين له بان داك المشكل اللي عنده هو انت ما اثرش عليك بزاف. اذا هنا كيحس هو انه يتعالج، كيحس بانه خصو الحياه، كيحس بانه كنعطيه امل بانه غتكون واحد الحياه عاديه كممارسه عاديه والى غير ذلك. لما ندخلوا في الديتاي كذلك حاول تكون صادقه مع نفسك، مابقاش تكذب على راسك. يعني كيفاش تكون صادقه مع نفسك ما تكذبش على راسك؟ لان بزاف ديال الناس كيكذبوا على راسهم. حنا في المجتمع العربي عندنا كل وحده يا وحده، كل وحده كيف كتنزل السطل ديال الكذوب على راسها، كتكذب على راسها. واش عمركم شفتوا شي واحد كيكذب على راسو؟ كاين نساء كيكذبوا على راسهم وكيجيو عند واحد اخر كيعاود كيكذبوا على راسهم وكيطيقوا الكذبه وكيجيو يعاودوها للناس. ولكن المختص اللي كنسمعو راه كنعرفك كتكذب، راه كنعرفك انا ماشي اصلا الجينات ديالك كاملين كذوب، كذبتي على راسك وتيقتي الكذبه وخارجه الطبقه للناس باش الناس يعني يتلحموا معاك. او هذا راه خطا، هذا راه خطا. ما معنى تكون صادقه مع نفسك؟ وهو انك يكون المشكل مع الزوج ديالك بغض النظر على الضعف الجنسي، ما تبقاش تكتب على راسك ولا انا غادي نصبر ولا انا بلاتي ولا، كتبدا تهضر مع راسك وكتخرج كلمات زايدين من راسك، كتأولهم وتعوضهم وتعدلهم وتدخلهم. لان العقل الباطن عباد الله حنا هضرنا معكم وانتم رجعتوا بحال الحومه كتهضروا بوحدكم. واش عباد الله المراه كتدخل قاصه بالله؟ هيا في الكوزينه، هيا شوفوا كتدخل الكوزينه السيده كتقطع البطاطا، هيا في الدار البطاطا. ايوا قال لي وماش يجيب لي وماش يعمل لي وماش يعطيني وماش ينزل لي وماش عاودت ملات البطاطا رفدت ما جات جعده. اه وقال لي غادي يشري لي وقال لي وقال لي كيحبني وقال لي هذا وقال لي هذا وقال لي عاود زدت الجعده عاود مشات نلف عاود قال لي عمل لي صنع لي وغيديني وغيهبطني العايله. اسمعي نقول لك واحد الهضره، شفتوا ديك الهضره اللي كتعملوا بوحدكم بعدا منين كتكونوا بوحدكم؟ علاش حنا كنقولوا الوسواس وداك الشيء؟ هذا الشيء في الدين ديالنا حنا. خصكم تعرفوا بان انت منين كتهضر، انت منين كتهضر العقل اللاواعي كيسجل، العقل اللاواعي ديالك انت عندك جوج العقول. العقل اللي كنهضر انا به دابا معكم هذا العقل الواعي وكنقدر نركز ونميز، اما العقل اللاواعي ما كيصدقش بين الخطا بين الصحيح، ما كيميزش بين الصحيح وبين الخطا. اذا انت هنا كتدخل معلومات لراسك بلا معنى، كتدخل معلومات لراسك بلا معنى وبلا فايده وكتضر بهم راسك. يعني انت اصلا غير صادقه مع نفسك. اذا انت خصك تمشي تعالج في الحقيقه، تهبيلة جالسة كتهضر بوحدك.
نعم هادو راه مشاكل. شحال مره اللي كيدخلوا ولاده ولا شحال كتبني كتخلع كتكون كادبني وعرفتي فين ماشي معاه فين ماشي كتبني هذا وما كاين حتى حاجه كتكذب على راسها. هادو نقط اللي النساء خصهم يردوا البال لهم، يعني حنا ما كنهضروش الهضره غير كنبقاو غنهضروا الهضره الخاويه. واحد كيقول لها دوزي البريفيرتي العايله راه غيغوز بك واحد النهار 24 ساعه لا واقيلا غيدخل يقول لك شوف المناظر من فوق راسها ودخل له زين عاود شوف المناظر من فوق راسها وراه ماشي غيغوز بك 24 ساعه ويسرسبك يعمل لك زلق سير جلس في الدار جلس جلس صنص على الموضوع ولا مشي بحالك نعس عمل كش عليك ومشي بحالك نعس هني راسك راه غيضحك عليك. اذا كذلك منين يكون الزوج كيتعالج خصك تعرف كاينه واحد المده زمنيه باش يتعالج. بعض النساء كيمشيو الشهر الاول دورات كاين مثلا على يعني بوتيت على 15 جوغ ولا على اون سيمين مثلا نورمالمون كيكون جوج لعشر ايام جوج لاسابيع يعني الانسان ما غيبقاش ماشي الطبيب كيعطيك يعني بعض العلاجات الميكانيزم اللي غتبعهم خصك تمشي تبعو مع الدرجة. اش كيوقع للزوجه ملي كتمشي نهار الاولين للطبيب كتخرج فرحانه وهذا وصافي كتقول ملي كتشوف شرب الدواء كتقول صافي غدا غيكون كلشي مزيان. شويه كالم كالم داون يعني بي كالم يعني ما تسرعش خص تكون عندك طاقه الصبر يعني خصك نعم خص يكون عندك طاقه الصبر وخصك تستنى وخصك تستنى. الاسئله اللي كتطرح الضعف الجنسي عند المراه وداكشي هذا موضوع اخر يعني ماشي موضوع باش نطرقوا له لان حنا كنهضروا دابا على الراجل يعني باش الناس يعرفوا كنعطيو نصائح للمراه وفي نفس الوقت كنقولوا للراجل انه خصو يمشي يتعالج. نعم اذا قالت الاخت الكولي اللي هذا نعم له هو اسحاق عملناه الديزاين ديالو شتي شنو عملها عرفتي شنو هذا هذا اللؤلؤ بيرل. المهم هذا انا عملته تسعود الحجرات الا تشوفوا الرقم تسعود هو ابو الاعداد باش نعرفوا الاعداد عندهم طاقة هائلة وخصوصا الرقم سبعة الرقم سبعة ولكن ما ادرك ما الرقم تسعود يعني الرقم سبعة فيه ما يكفي وما يعد يعني اللي بغى يعرف الرقم سبعة راه احنا عملنا عليه مواضيع وديك شيء ولكن نعم ولكن الرقم تسعود يعني اكثر طاقته طاقة عالية. اذا الله يعطيك الصحة شكرا بارك الله فيكم. اذا غادي نكملوا اذا قلنا بالنسبة للمرأة هذا المشكل هذا راه في الحقيقة ماشي شي مشكل صعب كاين مشاكل اللي هما امراض مزمنه هنا اللي خصو يكون عندنا واحد شويه ديال الطاقه الصبر وخصنا نشوفوا الحل شنو هو لان وانا كنقول من هذا المنبر هذا الرجال اللي عندهم المشكل هذا يحاولوا يعالجوه قبل ما يتزوجوا الا كانوا حاسين عندهم هذا المشكل هذا لان ربي يخليك علاء الا دخل الانسان للبيت الزوجيه ف بنادم كيجي يتزوج باش كيبني واحد الحياه سعيده ماشي كيجي يتزوج باش يبدا في المشاكل لان اصلا الا عندك هذا المشكل ديال الضعف الجنسي مع الدخله مع المشاكل غادي يبداو ما غتسمز لان هذا الضعف الجنسي هو وحش كيسرق السعاده ديالكم بينك وبين زوجتك. اذا حاول حاول المهم حنا غادي نعملو البلوك يمشي فحالو حاول تغتنم الفرصه انك باقي في الشباب ديالك شوف طبيب راسك ما غادي تحرق راسك حتى مع شي واحد وغادي تاخذ يعني اجراءات مع الطبيب ديالك وغادي تصحح الخطا اللي عندك وما كاين حتى شي مشكل لانك يتصحح في الحقيقه والطب الحمد لله انه تقدم ما تبقاوش جالسين وساكتين وفي الاخر كتدخلوا تمشيو تخطبوا البنات وتجيبوهم في الاخر كتوقع الخيانه في الاخر بداو تطلعوا عند الناس حقا خانتني طبيعة الحال عندها حق لان حتى هي غادي تمشي تشوف حياتها هي ما يمكن لاش غادي تبقى تسناك لان انت يا سيدي خصك تعرف بان انت عندك حق وهي عندها حق كاين 50% 50% من الحقوق داخل الاسره اذا هنا الا ضيعتيها حقها حتى هي من حقها خصها تفتش على راسها ايوا طلقها خليها تمشي تعمل حياتها وانت ما غادي تعيش حتى مع شي واحد حتى مع شي وحده لان ما غادي تقبل الامر حتى شي وحده وهذيك اللي كتقول لك كتقبل وكذا وكذا راه كتكذب عليك راه غتجيب لك البامبينوس تما حد اخر وتدخلو من عندك. يعني هاد المساله هادي ما نبقاوش نكذبوا بها على الناس ربي يخليكم. شكرا شكرا على التعاليق الجميله. اذا شنو ارتفاع ديالاش نعم
إذا هادو نصائح اللي المرأة خصها تعرف بأن الراجل كيفاش تتعامل معاه عند هذه المرحلة. عدم السكوت، لازم المناقشة والحوار، عدم المناقشة والحوار داخل البيت غرفة النوم، عدم اللوم لنفسها بأنها ما عجبتوش، ما كذا ما كذا، هادو مرها أخطاء. لازم تعطي الدعم للزوج ديالها، تعلي له من المعنويات ديالو، لازم يكون عندها طاقة الصبر باش تقدر تخرج. وراك غادي تخرج الا تبعتي هاد الخطوات هادو، هاد لي زيتاب هادو، فكن على اكيد انك غتشوف نتائج ممتازه، خصوصا مع ضروري خصك تشوف الاختصاصي اللي غادي يعاونك كطبيب ولا زيد الى غير ذلك. اما تبقى ساكته، السكوت ماشي هو الحل. السكوت على المشاكل ليس بالحل. الخوف من المشاكل ليس حلها. الخوف راه تبنى لكم، لان بناؤكم على الخوف، وخوفكم رعبكم، والخوف هو عدو الانسان. واش نتوما كتجلسوا مع الاعداء؟ انا ما نقدرش نجلس واحد انيميغو ديالي، واحد انمي ديالي نبقى جالسه معاه. اذا ملي معكم الخوف مصاحب معكم في الحياه، نتوما جالسين مع عدو اصلا. ما يخليكم تكملوا قرايتكم، ما يخليكم تنجحوا في الزواج ديالكم، ما يخليكم تنجحوا في علاقات اجتماعيه، ما يخليكم تنجحوا في علاقات اسريه، ما يخليكم تنجحوا في العلاقات مع نفسكم. فضينا وسالينا. الخوف من يعني ابشع الاشياء اللي كل انسان يبقى يخاف من كل شيء. نعم، إذن نعم.